ليتنسي بيريود. يعني ايه ليتنسي بيريود؟ عباره عن ايه؟ الفتره الزمنيه ما بين الربشن اوف ميمبرينز اند ستارت اوف كونتراكشنز. عرفنا بعد كده يا دكاتره ان الانسنس اوف ربشن اوف ميمبرينز 10%. مين يقول لي بقى، مين قال هيفتكر لي كده الانسنس اوف بري تيرم بريماتيور ربشن اوف ميمبرينز؟ بري تيرم بريماتيور ربشن اوف ميمبرينز اللي هو كام في الميه؟ كان 2%. كان البري تيرم اللي هو قبل 37 ويكس، وبريماتيور من غير كونتراكشنز كانت 2%. كان البري تيرم كله على بعضه 10%، كان 2% قبل 38 ويكس وكان 8% بعد 38 ويكس، لكن كله على بعضه كده اول ان اول كان 10%، 2% البري تيرم بريماتيور رابتشر اوف ميمبرينز. وكان ذا موست كومن كوز اوف رابتشر اوف ميمبرينز اللي هو بري تيرم كان انفكشنز. انفكشن او سب كلينيكال انفكشن، ايديوباثيك او سب كلينيكال انفكشن. وكان الموست كومن اورجانيزمز اللي هم بقى السوبيريور قوي بتوعنا اللي هم اتنين مع لوحدهم كده، كان مين ومين؟ كان كلاميديا وجبس. برافو عليك، كان كلاميديا وجبس. كلاميديا وجبس لوحدهم، اي حاجه بعد كده تمشي، زي مثلا جاردنريلا، زي ليستيريا، زي مايكوبلازما، زي ستاف، زي ستريبت، اي حاجه. لكن لا تنسى الاثنين موست امبورتنت كانوا دكاتره كلاميديا وكان الجبس. لكن ما يمنعش كان في حاجات ثانيه، في اسباب ثانيه زي مثلا ريكارنس. وكان ايه كمان ممكن؟ ممكن كان في تروما. وكان ايه الفيتامين بيقل؟ فيتامين اللي بيقل كان بيعمل ويك كولاجين ويعمل رابتشر اوف ميمبرينز، فيتامين سي. تمام، وايه كمان؟ كان فوليك اسيد، فيتامين سي، فوليك اسيد. ممكن سموكينج، ممكن سيكشوال انتركورس، كل ده كان ممكن يعمل رابتشر اوف ميمبرينز. كل ده كان اكسوجينس. لكن في حاجات اندوجينس، مين يفكرني كده لو حاجه اندوجينس ممكن تعمل هرنيشن اوف ميمبرينز ورابتشر اوف ميمبرين اللي هو مين؟ زي باتيلس سيرفكس. تمام، يوتراين اوفر ديستنشن، زي التوينز، زي البولي هيدرامنس. معايا ده مش معايا؟ اي مال بريزنتيشن، اي حاجه ايه تعمل امبروبر ابلكيشن اوف ذا فيتال هيد على السيرفكس يحصل هرنيشن اوف ميمبرينز. الراس مش لابسه على السيرفكس، هرنيشن اوف ميمبرينز. وهذا هرنيشن اوف ميمبرينز ممكن برضه يعمل رابشر اوف ميمبرينز بدري عن ميعاده. بقى دخلنا يا دكاتره على السيمبتومز اوف رابشر اوف ميمبرينز، وقلنا السيمبتوم كام سيمبتوم؟ كان ثلاثه. كان الثلاثه بقى عباره عن ايه؟ ميه سادن جش اوف ووتري فاجان تشارج، والميه دي ممكن تعمل بعد كده عشان فيها بروستاجلاندنز، تمتص بروستاجلاندنز تعمل يوتراين كونتراكشنز، تعمل مغص، وممكن زي ما حاجه بتنزل حاجه تطلع برضه، انفكشن تطلع لفوق وتعمل بعد كده انفكشن كوريومنايتس وتعمل سخونيه. يبقى اوعى تنسى ميه ومغص وسخونيه. السيمبتومز كده. مين يقول لي بقى دكاتره الفاندل ليفل كان عالي ولا واطي؟ الفاندل ليفل كان واطي. كبيبي دوت عشان ما فيش حواليه ميه كان محسوس احسن ولا اقل من الطبيعي؟ وكان مسموع احسن ولا اقل من الطبيعي؟ لا احسن من الطبيعي، محسوس حلو قوي ومسموع حلو قوي. احنا اتفقنا مع بعض ان الميه موصل رديء الاصوات، فلو ما فيش ميه حواليه هنسمع هذا البيبي كويس جدا، ويل هيرد اند ويل فيلد. وكان البي في اكزامينشن، البي في كان ممنوع منعا باتا نعمل بي في اكزامينشن، لان هنا ده هيكاري انفكشن للعيانه. لو عملت ديجيتال اكزامينشن بي في هدخل معايا انفكشن، وكان يحصل لها رسمي كوريومنايتس. طب تمام، امال ايه هي بدايل البي في اكزامينشن؟ كبدايلها عامل ازاي؟ كان في اول حاجه المنظار اللي اسمه استرايل كاسكو سبيكولم، استرايل كاسكو سبيكولم. وكان بنشوف ثلاث حاجات بيحبها الاستاذ الدكتور حسن عواد. اول حاجه بنلاقي فيه تريكلينج اوف لايكور فروم ذا سيرفكس. جت سؤال قبل كده على فكره في امتحان ترم، جه سؤال لك بتشوف ايه في الكاسكو بقى؟ تريكلينج اوف لايكور فروم ذا سيرفكس، بولينج اوف لايكور ان ذا بوستير فورنكس، ولو وجدنا ميكونيوم في الفاجينا، حاجه خضراء، ميكونيوم في الفاجينا، ده معناه بيبي ده فيه ديستريس وعمل ميكونيوم ونزل في الفاجينا، اكيد الدنيا سكه مفتوحه، اكيد حصل رابتشر اوف ميمبرينز. تمام، حلو قوي. بس كان في بدائل ثانيه برضو مع الكاسكو سبيكلم، كان في بدائل ثانيه غير كاسكو برضو، حاجات ثانيه زي مين؟ مين يقول لي بقى؟ زي البي اتش اللي هو بيبقى الكالاين. مين فاكر التست اسمه ايه التست؟ كان اسمه نيترازين تيست، وده تيست مهم قوي، سلايد مهم جدا. نيترازين تيست بيكون بلو، بيبقى ازرق لو الفاجينا فيها رابشر اوف ميمبرينز، اللايكور از الكالاين، فبنلاقي البي اتش في الفاجينا بتبقى الكالاين، ويطلع النيترازين تيست بيطلع لونه ازرق. طب مين يقول لي كمان التيست اللي مايكروسكوبيك اللي هو بنشوف فيه الملح جوه الفاجينا لما يحصل رابشر اوف ميمبرينز؟ كان اسمه فيرن تيست. الفاجينا نورمالي ما فيهاش ملح، الفاجينا نورمالي ما فيهاش ملح، ممكن يبقى فيها ملح امتى؟ لو رابشر اوف ميمبرينز اللايكور فيه ملح، ولما ننشف اللايكور ده على النار بنلاقي بقى الكريستالز بتاعت الملح موجوده، وده بنسميه فيرن تيست. في تيست تاني بقى فيه صبغه زرقاء اللي اسمه ايه يا دكاتره؟ نايل بلو سلفيت تيست. وكان بيصبغ خلايا الجلد بتاعت البيبي اللي وقع في اللايكور لونها ايه؟
برتقاني برتقاني يا دكاتره، خلي بالك لان هو بيسبغ الفات اللي جوه الخلايا، فالصبغه الزرقاء تقوم صبغه الخلايا برتقاني عشان كان جواها ايه؟ جواها فات. تمام، نايل بلو سلفيت تيست. خلي بالكم برضو ان ممكن يكون السيمبتوم اللي هو العرب بتاعها اللي هو سادن جاش اوف ووتر جانس تشارج ممكن يبقى يلخبطني مع حاجات كتير قوي، في اسباب تانيه كتيره فيها ديسشارج ينزل من الفاجينا. زي ايه كده مثلا؟ مين يقول لي؟ زي يورين، صح؟ زي ستريس رينال انكونتيننس which is very common during pregnancy. يعني during pregnancy من البيبي بقى اللي مالي البطن كده ومعايا والدنيا التنشن جوه البطن عالي قوي، ممكن لما تكح ينزل منها بول عادي جدا. فممكن ستريس رينال انكونتيننس ينزل يا دكاتره بول من العيانه مع اي كح. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تشارج الطبيعي اللي بينزل من الفيميل بنسميه ايه؟ لوكوريا. ممكن الميوكس من السيرفكس بنسميها ايه؟ شو. يعني في لوكوريا وفي شو. لوكوريا دي فشانس تشارج، جانس تشارج عادي جدا من الكونجستشن اثناء الحمل ينزل لها لوكوريا. والسيرفيكال ميوكس اوربت ديليفري ممكن ينزل برضه ويبقى هنا ديفرنش دياجنوزيس لربشر في امبرينز اللي هو الشو اللي هو الميوكس، حاجه تنزل من الفاجينا ميوكس، ده برضه يعتبر ديفرنش دياجنوزيس لربشر اوف ممبرينز. حلو قوي. طب ممكن ايه كمان يا دكاتره؟ انفكشنز بقى. انفكشن فين؟ في الفاجينا زي ترايكوموناس فاجينالي زي بكتيريال فاجينوس. ممكن انفكشن فين كمان؟ في الديسيديوا اللي بنسميها هيدرو ريا جرافي دارم. كل دي اسباب لحاجه تنزل من الفاجينا، ديفرنشال دياجنوزيس اوف رابشر اوف ممبرينز يورين او بلاد، برضو في اكسنتال هيموريدج، شو لوكوريا انفكشنز وهيدرو ريا جرافي دارم. حلو قوي. طب يا دكاتره احنا كده شفنا السيمبتومز وشفنا الاكزامينيشن، مين يقول لي بقى ايه اهم انفستيجيشنز عندنا في حاله في واحده عندها رابتشر اوف ممبرين؟ كل ثلاث ايام بعمل لها ايه؟ الترا ساوند، اشوف الميه اخبارها ايه؟ بتقل ولا بتزيد؟ كل ثلاث ايام برضو كل ثلاث يوم اعمل لها ايه؟ انفستيجيشن مهمه بقى عشان ديتكت انفكشنز. زي مين كده؟ ايه صار؟ سي رياكتيف بروتين، توتال ليكوسيتيك كاونت. واتفقنا امبارح مين فيهم مور سبيسيفيك؟ يا ترى توتال ليكوسيتيك كاونت مور سبيسيفيك ولا السي رياكتيف بروتين ولا الاي اس ار؟ قلنا السي رياكتيف بروتين احسن واحد فيهم كلهم عشان ده ما بيزيدش ديورنج بريجننسي. الباقيين كلهم نورمالي بيزيدوا اثناء الحمل، لكن سي رياكتيف بروتين ما بيزيدش، فعشان كده مور سبيسيفيك فور انفكشن ديورنج بريجننسي. حلو قوي. يبقى الترا ساوند وسي رياكتيف بروتين وتوليسيك كاونت واي اس ار. طب مين يقول لي بقى الماده اللي كنا سميناها امبارح ذا سيمنت، الماده اللي سميناها امبارح ذا جلو اللي بتلزق الكوريون مع الديسيديوا، ولو في سيبريشن ذا ربشر ميمبرينز او زي ما ناخد بعد كده بري تيرم ليبر، لو في سيبريشن من الاثنين بتقوم نازله في الفاجينا وقيسها في السيرفايكال سكريشن وفي الفاجينال سكريشن بلاقيها اكتر من رقم كتبناه امبارح 50 نانو جرام برميل. ممكن يقول لي الماده دي اسمها ايه؟ فايبرو نكتين. تمام، اللي هي اسمها فايبرو يعني فايبرس تيشو، نكتين كونكتنج الديسيديوا بالكوريوم ملزقهم في بعض. لو هذه الماده زادت في الفاجينا زادت في السيرفكس معنى كده ان هنا في سيبريشن، معنى كده ان في فعلا رابتشر اوف ميمبرينز. طب مين يقول لي يا دكاتره ايه الفيرست ساين بنشوفها في انفستيجيشن زي سي دي جي كده اهوت؟ بيقول لك ان غالبا هنا في كوريو امنايتس. ايه؟ في تلتاجي كارديا، دي اول ساين بنشوفها في تلتاجي كارديا، دي بتسبق حتى الكلينيكال بيكتشر السخونيه والوجع والدستشارج. في تلتاجي كارديا مهم قوي اوعى تنساها، بتسبق كل الساينز الثانيه. في تلتاجي كارديا بيبي بيحس بالانفكشنز قبل الام، لان هي الانفكشن حواليه هو بيحس بالانفكشنز قبل ايه؟ قبل الام. فيتال تاكي كارديا مهمه جدا، ودي ممكن تبقى الفيرست سيمتوم او الفيرست ساين، يعني فيرست ساين اوف كوريو امنايتس. تمام. بعد كده دخلنا بعد كده على التريتمنت اوف رابشر في امبرينز. اول حاجه في التريتمنت دي اول حاجه نقولها ايه؟ بروفيلاكسس. ايه الحاجات اللي هي افويدبل؟ يعني مثلا ممكن مثلا ويك كولاجين، لا ده مش افويدبل، واخدين بالكم؟ ترون اوفر ديستنشن، ده مش افويدبل، لكن انفكشن نديها انتي بايوتكس. افويد تروما. تمام، لو السيرفكس باتشلس ممكن نعمل لها ايه بقى؟ عمليه اسمها ايه؟ سيركلاج. ودايما يا دكاتره افويد تروما برضو دي حلوه، ان افويد تروما دي مش لازم تبقى تروما خبطه، لا ممكن تبقى سيكشوال تالكوس، لازم اقول لها ريست بكل معانيها، ما تزقش حاجه تقيله، ما تشيلش حاجه تقيله معايا، تنام وترتاح، ممنوع سيكشوال تالكوس لو هي بريديسبوزد تو رابتشر اوف ميمبرين. اقول لها ما تشيلش بقى حاجه تقيله، تمام، ما تحزقش، ما يحصلش كونستيبيشن، تمام، ما يحصلش حتى انتر كورس. انتر كورس قلنا من شويه انه ممكن يعمل رابتشر اوف ميمبرينز. طب تمام، يعني 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 في عندها لايبيلتي من رابتشر اوف ميمبرين؟ لا 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 لا، دي قبلها، قبلها دي بروفيلاكس قبلها، لسه ما حصلش معايا دكاتره.
طيب نيجي بقى كده بقى يا شباب بعد كده على التريتمنت بقى. اول حاجه عنا عند ارشف ممبرينز دي نعمل لها كونزرفيشن ولا نعمل لها ترمينيشن؟ على حسب ايه بقى؟ الماتيوريتي. مين يفكرني يا دكاتره الفتره من الجستشنال ايج اللي بعمل فيها كونزرفيشن؟ قبلها ترمينيشن، بعدها ترمينيشن، من كام لكام؟ 26 الى 34 صح، واللي يقول لي 35 برضه صح، واللي يقول لي 36 برضه صح، على حسب الحضانات في المجتمع. لو حضانات كويسه عن 34 خلاص اعمل ترمينيشن، لان لو خد بعدها من انفكشن، لو جت انفكشن في البيبي زي ما اقول لك حالا دلوقتي كوريومنايتس، ده بيبقى قاتله للبيبي، صعبه جدا كوريومنايتس. فعشان كده نطلعها بدري سنه مش كتير يعني، سنه افضل من يجيله كوريومنايتس. كوريومنايتس ده بتخليه بيبي دوت كريتيكالي ال، بيبقى تعبان جدا، وغالبا بيبي لما بيجيله انفكشن غالبا بيموت، ما بيستحملش انفكشن، لسه ضعيف ما عندوش اميون سيستم، فالانفكشن بيجيله بيموت على طول. يبقى هنا عند درجات 26 ل 34 او 35 او 36. طب ليه قبل 26 ما بعملش كونزرفيشن؟ طب ما نصب عليه شويه، ليه لا؟ لان انت تو فار فروم ماتيوريتي. وفي احنا خدنا قاعده مهمه جدا، لو بيبي ده هيطول اكتر من 5 اسابيع، او لو كان اللي هو الربشه في المرحله حصل قبل 26 اسبوع اكيد هيكمل فوق اكتر من 5 اسابيع، هيحصل له حاجه مهمه جدا، ودي يا دكاتره فيتال 100%. تلاقي دماغه مع الرقبه في البطن، مفيش شيست، بنسميها بالمونري هايبوبليزيا. فعشان كده خلي بالكم بيحصل هنا من الاوليجو هيدرامس الفظيعه، ما بقاش عنده لانج وبالمون هايبوبليزيا، وده فيتال 100%. عشان كده لو يستمر رشف ممبرين مور ذان 5 ويكس، لو رشف ممبرينز بيفور 26 ويكس لازم نعمل تيرمينيشن اوف بريجننسي. بعد 34 35 36 لا خلاص بقى بيبي ده اولموست ماتيور، خلاص بقى نعمل ايه؟ نعمل تيرمينيشن اوف بريجننسي. يلا يا دكاتره، امبارح اتفقنا كده وقلنا شويه كده يعني كيسز صعبه شويه او حاجات صعبه شويه، قلنا الكورتيكوسترويد هدي، انا عايز حد يفكرني امبارح قلنا عليها ايه؟ هل ندي كورتيكوسترويد تو انهانس فيتال لانج ماتيورتي، لان في احتماليه كبيره قوي ان هذا بيبي تولد بري ماتيور، ولا ما اديش كورتيكوسترويد لان هو بيبي ده اصلا بيبقى ماتيور، لان هو بيبقى فيه ستريس جوه بيطلع له سترويدز تعمل انهانسمنت لونج ماتيورتي اوتوماتيك، بدل ما تديها من بره بيطلع له من جوه عشان هو قاعد في ستريس. تاني حاجه الانفكشن بتزيد مع الكورتيكوسترويد. اتفقنا امبارح على ايه؟ قلنا بعد البيبر والدراسات واحتكم الامر على اني ادي ولا ما اديش، هندي كورتيكوسترويد طالما نو سيمتوم اور ساين اوف انفلاميشن. اتفقنا امبارح هدي كورتيكوسترويد. وكان في خلاف تاني برضو على وجهات النظر بقى فين؟ في الانتي بايوتكس، يا ترى ندي انتي بايوتكس تو افويد انفكشن، ولا يا دكاتره ما اديش انتي بايوتيك لانها بتعمل ماسكينج للجنرال سيمتومز اند ساينز اوف انفكشن. يعني هيبقى عندها انفكشن جوه شغاله وانا مش داري وانا مش عارف وانا مش حاسس بيها وهي مش فيفرش ولا اي حاجه. يا ترى اتفقنا امبارح على اني ادي ولا ما نديش؟ هندي برضو انتي بايوتيكس. مين يفكرني يا دكاتره ايه انتي بايوتيك اللي بنديها عشان الجبس؟ بندي مين؟ بنسلين، ولو كلاميديا هنزودها او ما زودهاش نزودها. كلاميديا بنعالج بالايه؟ ازيثروميسين. طب مين يقول لي لو انا سنسيتيف بنسلين بكون بنديها ايه؟ كليندامايسين او اريثروميسين. هايلين والله يا دكاتره، برافو عليك. بنسلين لو سنسيتيف تعمل بنسلين، لو الرجيك للبنسلين هديها كليندامايسين او اريثروميسين. وكان في خلاف ثالث برضو على التوكوليتكس، عيانه عندها يوتراين كونتراكشنز تمام، ما اعرفش في مبرين، هل نديها توكوليسز ولا نو توكوليسز؟ اتفقنا امبارح على ان ما اديهاش توكوليسز. فاكرين يا دكاتره مش فاكرين ان غالبا الدنيا هنا فيها انفكشن، سبب الكونتراكشنز بروستاجلاندين سببها هي انفكشن، فالبيبي ده بيحاول يطلع هذا البيبي اليوترس، بيحاول يطلع هذا البيبي من انفكتد انفايرمنت، علشان كده ما كناش بندي توكوليتكس الا في حالتين. مين فاكرين الحالتين اللي هم مين؟ النيوترو ترانسفير، لو هودي مثلا ايه بنقل عيانه من محافظه لمحافظه ثانيه، مش عايز انزل بيه بقى عشان ما يتشالش في حضانه، لا يبقى جوه مامته وتقعد في مستشفى اللي فيها حضانه، فانيو ترانسفير هنقلها مثلا من محافظه لمحافظه ثانيه، فيتنقل بيه بقى جوه بطن مامته احسن من اي حضانه ثانيه، تولد في المستشفى اللي فيها حضانه دي افضل حاجه انيو ترانسفير. الحاجه الثانيه ممكن اديها برده يومين ثلاثه عقبال ما ايه الكورتيكوسترايز تشتغل معايا، فممكن ده وده ندي فيها توكوليتكس، لكن التوكوليتكس بصفه عامه ممنوعه في كيس اوف رابتشر اوف ممبرين، دونت ستوب تراين كونتراكشنز في حاله رابتشر اوف ممبرينز. بعد كده دخلنا بعد كده دكاتره على التيرمينيشن اوف بريجننسي، واتفقنا امبارح ان التيرمينيشن اوف بريجننسي في حاله رشف ممبرين از فاجينال ولا سيزيريان؟ فاجينال ديليفري، مفيش اي انديكيشن فور سيزيريان، اللهم الا لو كان في انديكيشن بقى حديد فور سيزيريان. يعني ايه مثلا؟ بيبي ديستريس، بيبي تعبان ماشي،
او ممكن مثلا يكون في مال برزنتيشن بيبل عرض او بريتش ولا حاجه، خلاص عامله قبل كده قيصريتين ثلاثه، عندها بلاسنتا بريفيا المره دي، عندها سبب. لكن يا دكاتره برسي كده تمام، الرابشر اوف ممبرين از نوت ان انديكيشن فور سيزاريان سكشن، خلاص ده كده بالعكس احنا عايزين فاجينا افضل من سيزاريان سكشن. وقلنا سيزاريان سكشن بس في حالات تمام اللي هي فيها انديكيشن فور سيزاريان زي بريفيا سيزاريان سكشن، لو عندها دكاتره مثلا بلاسنتا بريفيا فيتال ستريس او اي مشكله. طيب نيجي بعد كده بقى دكاتره على الكوميونيكيشن اللي احنا ختمنا بيها كلامنا امبارح، ايه الكوميونيكيشنز اوف كيس اوف رابشر اوف ممبرينز؟ ايه الكوميونيكيشن بقى؟ ماتيرنال اند فيتال او فيتال وماتيرنال، عشان ما ننساش الفيتال، الفيتال كله بينساه، فيتال اند ماتيرنال، الاثنين فيهم انفكشن، الاثنين فيهم بري تيرم. السادن يوتراين ديكومبريشن كان بيعمل ايه في البلاسنتا في الام؟ بتطرقع، بتعمل ايه؟ ابرابشو بلاسنتي زي ما جالكم السؤال في الامتحان كيس تمام. طب ويحصل ايه والميه نازله بقى بتجرف معاها تشد معاها كمان لوب اوف كورد، وممكن يحصل ايه كمان؟ برولابس اوف كورد، يحصل برولابس اوف كورد. هي لو برضو هنا من البرونج ريكامبنس نزيف ما يقول لها بيدرست ما بتقومش غير على التويلت بس، يعني تبقى قاعده سير ليل نهار وهي عندها وهي حامل عندها فايبرينوجين عالي قوي وهي نايمه وفايبرينوجين عالي ونايمه على رجليها، يعني رجليها على الترابيزه تمام. دي كلها ممكن يؤدي لايه؟ الى دي في تي، ام يحصل لها دي في تي. اما البيبي من البرولونجد اوليجو هيدرامنوس هناخد مشكله تحصل هنقولها المره الجايه ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله، من البرولونجد اوليجو هيدرامنوس هيبقى فيه كومبليكيشنز كتير قوي، هيلزق في نفسه ويلزق في اليوترس ويحصل اديشنز وامبيوتيشنز، ولا تنسى البالمونري هايبوبليزيا، دي كلها هنقولها ان شاء الله في محاضره الاوليجو هيدرامنوس. البرولونجد اوليجو هيدرامنوس يؤدي الى مشاكل كتير قوي هناخدها بعدين. طب اخلص انا هخلص ناخد ريست وبعد كده انت عايز احمد مفيش مشكله معاك. نيجي بعد كده بقى يا شباب، نيجي بعد كده دكاتره على المشكله بقى الكبيره جدا، وعلى فكره عندنا في ناس ما في ثنائيات في النساء وحد ينساها. ايه الثنائيات؟ ما ينفعش ابدا تتكلم على بري كلامسيا وما تقولش معاك اكلامسيا، ما ينفعش. ما ينفعش ابدا تتكلم على ماكروسوميا وما تتكلمش على المشكله الدايركت الماكروسوميا، دماغ تنزل واكتاف تعلق، بنسميها شولدر ديستوشيا. ما ينفعش ابدا اتكلم على رشف من برينز وما اجيبش سيره بقى واتكلم بقى دكاتره واكتب صفحه كامله كده زي الكوريا اوف نايتس كده، لما رشف من برينز قالت معاها كوريا اوف نايتس. في ثنائيات هقولها لكم في الاخر، ده اللي يجيب درجات بقى. دايما الناس كلها رشف من برينز قالت رشف من برينز، لا 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 لا، لازم معاها كوريا اوف نايتس. يجي لك ماكروسوميا ما تجيبش شويه ديستوش تنقص، يجي لك بري كلامس ما تجيبش معاها اكلامسيا تنقص، لا خلي بالكم الكلام ده جاي بعدين، مهم قوي ازاي تكتب ريتن ده مهم جدا. الانفكشن كوريا اوف نايتس ده لازم اكتبها في حاله الرابشر اوف ميمبرينز. ويعني ايه كوريا اوف نايتس؟ يعني دكاتره عندنا انا قلت كده في اليوترس اهو، وادي هنا كده دكاتره عندنا البلاسنتا بالمنظر ده كده تمام. الممبرين اللي من بره دوت ممبرين اللي هو تكمله البلاسنتا بنسميه كوريون، تكمله البلاسنتا بنسميها كوريون. وادي الكورد وادي البيبي بالمنظر ده كده اهو، ده وادي دماغه بالمنظر ده، بيطلع من جلد البيبي من الفيتال اكتوديرم، وده سؤال على فكره ام اس كيو، بيطلع دكاتره من الفيتال اكتوديرم ممبرين رقيق كده رفيع كده بالمنظر ده كده اهو، ممبرين رفيع بالمنظر ده كده. هذا الممبرين ده المنقط ده الاحمر ده بنسميه دكاتره امنيون، يبقى يعني عندي هنا في كوريون وعندي امنيون. حصل ايه المحاضره اللي فاتت؟ حصل هنا في رابتشر، حصل في تير بالمنظر ده والميه نزلت تمام، وحاجه ممكن تطلع بقى المره دي، ايه اللي ممكن يطلع؟ انفكشن ممكن تطلع من الفاجينا اللي هي فول اوف انفكشن، وتعمل ايه؟ انفلاميشن ان ذا كوريون اند امنيون، يحصل انفلاميشن في هذه الممبرينز ودي بنسميها كوريو امنيونايتس، كوريو امنيونايتس. يبقى انا عندي يا دكاتره الانفكشن بتحصل مع رابشر اوف ممبرينز اسمها كوريو امنيونايتس. هذه الانفكشن في تو اورجانيزمز في منتهى العنف معايا بيعملوا انفكشن فيري سيفير، وده بيؤدي الى غالبا الى فيتال ديث، طلعوا اند توكسنز وسايتوكاينز عنيفه جدا ممكن يموتوا البيبي دوت، غالبا هيموتوه، وممكن كمان يموتوا الام، يعملوا كلينيكال بيكتشر عامله بالظبط زي سيبتيك ابورشن بالظبط، وسخونيه عاليه جدا ومالتي اورجان فيلير ومشكله ضخمه جدا. التو اورجانيزمز اللي في منتهى السيفيرتي اللي في منتهى العنف اللي هما مين؟ جبس معايا دكاتره، الجبس اورجانيزم قوي جدا والايكولاي، جبس وايكولاي من اكتر الاورجانيزمز العنيفه اللي بتجي لنا في كوريا اوف نايتس. لما يجي كوريا اوف نايتس فيها جبس وايكولاي عيل غالبا بيموت، العيل غالبا بيموت. وايه كمان؟ قوم يحصل لها بقى ايه؟
فيفر ومالتي اورجان فيلير ورينال فيلير، مشكله ضخمه جدا، فيري اجريسيف ديزيز اللي هو الجبس والايكولاي. بقية الاورجانيزمز كلها بقى زي الكلاميديا، زي الجاردنريلا، زي دكاتره الليستيريا، زي مايكوبلازما، كلام فارغ بقى، حاجات بسيطه. بيعمل لوكال رياكشن، يعني شويه التهابات كده، شويه صديد بينزل، مغص في البطن، سخونيه خفيفه، ما فيهاش مشاكل كتيره يعني. يعني هم كده الامراض دي كلها حاجات كده ايه؟ بسيطه، حاجات بسيطه، لكن الجامدين جدا موت العيل وممكن موت الام كمان هو الجبس والايكولاي. يبقى خلي بالكم يا شباب. الجبس والايكولاي بيعملوا سيفير 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 رياكشن، سيفير 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 انفكشن. لكن بقى كله بيعمل ايه؟ لوكال رياكشن، كلام فارغ كده، حاجات بسيطه، شويه وجع في البطن، شويه ديسشارج بسيط، شويه سخونيه كده على خفيف، حاجات كده بسيطه. لكن اللي بيعمل اجريسيف ديزيز هو الجبس وايكولاي في منتهى العنف. الجبس حراره مولعه، رينال فيلير، ليفر سيل فيلير، عيل ميت، منتهى العنف الجبس وايكولاي. في سؤال للاوائل فقط، اتعودنا دايما الكلاسيك ان يحصل رشف من برين وتطلع الانفكشن وتعمل كوريو امنايتس، تمام. لكن في اورجانيزم غريب جدا ممكن يعمل كوريو امنايتس ويزاوت رابتشر اوف ممبرين، يعني حاجه اتيبيكال تماما ولا تيجي في مخ اي حد ان يحصل كوريو امنايتس ويزاوت رابتشر اوف ممبرين. في اورجانيزم ممكن يعمل كده؟ اه في اورجانيزم ممكن يعمل كده. ايه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه ليستيريا مونوسايتوجينز. الليستيريا مونوسايتوجينز ات از فيري سمول اورجانيزم، اورجانيزم صغير جدا ممكن يعدي بمنتهى السهوله خلال البورز الطبيعيه اللي موجوده في الكوريون اند امنيوم، ينفذ خلال البورز ويوصل للاميتيك فلويد ويعمل كوريو امنايتس. يعني خلي بالكم يا شباب، الليستيريا مونوسايتوجينز ده ليه كاركتر غريبه، ان هو بيليا صغير جدا يعدي بمنتهى السهوله خلال البورز بتاعت الكوريون اند امنيوم ويعمل كوريو امنايتس ويزاوت رابتشر اوف ميمبرينز. يبقى خلي بالكم في اورجانيزمز كده تم بيتسيف في الاورال. ايه الموست اجريسيف اورجانيزمز؟ اوعى تنسى مين؟ الجبس وايكولاي. طب ايه يا دكاتره السمولست اورجانيزم اللي ممكن ينفذ ويعمل كوريو امنايتس ويزاوت رابشر في ممبرين؟ ليستيريا مونوسايتوجينز ينفذ ويزاوت رابشر في ممبرينز خلال البورز الطبيعيه الموجوده في الكوريو اند امنيون ويعمل كوريو امنايتس. طب ازاي بنشخص الحاله دي؟ بنشخصها ازاي؟ اكتب بقى ده سؤال استاذ الدكتور خالد سويدان الوحده الاولى. عارفينه مش عارفينه؟ تمام؟ دكتور خالد سويدان يسالك بقى ازاي بتشخص كوريو امنايتس؟ تو كرايتيريا اوت اوف 5 بيشخصوا كوريو امنايتس، تو كرايتيريا اوت اوف 5، 2 من 5. على فكره يا دكاتره الموضوع ده اساسا هو تيبيكالي سيبتيك ابورشن، اللي ازاي سيبتيك ابورشن ده تيبيكال. يعني بص كده انا عندها ايه؟ جنرال عندها ايه؟ فاهم، برافو عليك، ادي واحد. ابدومينال ايه؟ تندرنس. ثلاثه فاجينال ايه؟ ستشارج. ماتيرنال ايه يا شباب؟ تاكيكارديا. وفيتال ايه كمان بالمره؟ تاكيكارديا. ادي خمسه اهو، مرهم مره ثانيه. خمس نقط، اثنين منهم يشخصوا كوريو امنايتس. فاهم، ابدومينال تندرنس، فاجينال ستشارج، وماتيرنال وفيتال تاكيكارديا. لو جالنا حاجتين من الخمسه يشخصوا كوريو امنايتس. يعني دكاتره خلي بالكم، عيانة عندها رابشر اوف ميمبرينز، عيانة عندها رابشر اوف ميمبرينز، في الكيس جاب لنا فيه يوتراين تندرنس وفي تاكيكارديا، في كيس كده اه، في كيس هنحلها كده، عندها رابشر اوف ميمبرينز مش سخنه ولا حاجه، ولكن يا دكاتره هذه الفيميل عندها يوتراين تندرنس وعندها بي سي تي جي في تاكيكارديا، وهنشخصها انها كوريو امنايتس، لان حاجتين من الخمسه بيشخصوا كوريو امنايتس. ايه الحاجتين بقى يا شباب؟ فاهم؟ ابدومينال تندرنس، فاجينال ستشارج، وماتيرنال وفيتال تاكيكارديا، اثنين من خمسه بيشخصوا كوريو امنايتس. طب ايه المشكله في كوريو امنايتس يا دكاتره؟ ايه الكوميونيكيشن ممكن تحصل؟ يلا يا جماعه بقى، انتوا عارفين بقى بتاعت السيبتيك ابورشن اللي هو بقى هنا الانفكشن بتغزو بقى الحرب بقى الفظيعه ما بين الاورجانيزم وبين الجسم، لو انتوا فاكرين. اه ده احنا قعدنا نحكي فيها كلام كتير قوي. تعالى يا دكاتره نقولها مره ثانيه، يلا يا شباب، انفكشن موجوده فين؟ البص موجود فين؟ البص يا دكاتره موجود جوه اليوترس، تمام. بيعمل ايه؟ اندومترايتس، بعد كده يخش على المايوميتريوم، مايوميترايتس، بعد كده يخش على البريميتريوم، بريميترايتس. في رسمه برسمها لكم انا كده، تمام. المايند ماب اللي جنبها دي هتلاقيها تيبيكالي واخدها منين؟ من سيبتيك ابورشن. نرجع سيبتيك ابورشن تلاقي نفس الرسمه بالظبط، نفس الكلام بالملي، مفيش اي اختلاف. ما الدرس ده زي سيبتيك ابورشن بالملي، زي بعض تيبيكالي، زي بعض تيبيكال، مفيش اي اختلافات. غير بس ده ابورشن وهنا بيبي كبير شويه، بيبي هنا يهمنا بقى. لكن هنا كان ابورشن، ما كانش ليه اي لازمه، لكن لا بيبي هنا مهم. لكن نفس الانفكشن، نفس كلينيكال بيكش، نفس كل حاجه.
اندومترايتس، مايومترايتس، بيريمترايتس. طب مين يقول لي يا دكاتره اللي هو الانفلاميشن اللي هو التيشو؟ برافو، اسمه بارامترايتس. ايه البارامترايتس ده؟ البارامتريم ده عباره عن ايه؟ اسمه بارامتريم. بارا يعني جاره، يعني ده الكونكتيف تيشو اللي على جانبي اليوترس اللي هو محشي جوه البرود ليجمنت. يعني ده عباره عن كونكتيف تيشو اللي محشي جوه البرود ليجمنت على جانبي اليوترس، فبنسميها بارامترايتس. يعني ده البارامتريم اللي على جانبي اليوترس، بارامترايتس. نقوله مره ثانيه، اندومترايتس، مايومترايتس، بيريمترايتس، بارامترايتس، غزو بري بقى، سالبنجايتس، نط على الاوفري، سالبنجوفرايتس، باراشوتات، دوجلاس باوتش، بيلفيك بريتونايتس، بيلفيك ابسس، تفتح في البريتون بقى، جنرالايزد بريتونايتس، يبدا الغزو البحري. غزو البحري يخش على مين بقى؟ على بلاد فيسل، يعمل بيلفيك ثرومبو فليبايتس، يخش الدم بقى، دي مشكله كبيره قوي. بكتيريميا بقى، دي كارثه بقى، بدايه الكوارث بقى. هنا بقى دكاتره المرض بيبقى فيري اجريسيف. والاورجانيزم ماشي في الدم ليلى ار بي سيز، يكسر ار بي سيز، يعمل هيموليسيس، يلاقي الكلى يبوظها، رينال فيلير، يلاقي الليفر يبوظه، ليفر سيل فيلير، يلاقي الهارت كاردايتس، هارت فيلير، يلاقي دكاتره بليتلتس والفايبرينوجين يلزقهم في بعض، يعمل ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيلوباسي، يعني ثرومبوز جوه ايه؟ جوه بلاد فيسلز، عمال يلزق كله ببعضه، بليتلتس وفايبرينوجين وكلوتينج فاكتورز، يعمل دي اي سي. فاضل بقى يا شباب اخر عنصر من عناصر المقاومه عندنا اللي لو حصل لها حاجه هتبقى كارثه، اللي هو مين؟ الجيش بتاعنا، اللي هو مين؟ وايت بلاد سيلز. هي دي بقى اللي مليانه بقى كوارث، مليانه دكاتره مفرقعات وايه؟ وسموم رهيبه. دي دكاتره جواها حاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور، جواها بروستاجلاندنز، جواها سايتوكاينز، جواها الكوارث. لو الاورجانيزم فرقع اللوكوسايتس دي كارثه. ليه بقى يا دكاتره؟ يطلع من الحاجات دي كلها، هتدخل الجسم كله بقى عليها ولا عاديه، هتدمر المعبد كله على اللي فيه، هتعمل حاجه اسمها موف مالتي اورجان فيلير، او الحاجه الكلمه الاشيك السيرس. برافو عليك، السيرس ليه؟ مين؟ سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم او سيبتيك شوك اند ديس في النهايه. يا مره ثانيه بص، انفكشن تاخد الجسم ازاي؟ تعمل اندومترايتس، مايومترايتس، بيريمترايتس، بارامترايتس، سالبنجايتس، سالبنجوفرايتس، بيلفيك بريتونايتس، بيلفيك ابس، جنرالايزد بريتونايتس، سيبتيك ثرومبوفليبايتس، وهيموليسيس، ورينال فيلير، وليفر سيل فيلير، وهارت فيلير، ودي اي سي، وتكسر الواي بلاس سيل. تعمل ايه يا دكاتره؟ مالتي اورجان فيلير او سيرس او سيبتيك شوك وديس في النهايه. دي كلها مرسومه عندك في الكتاب. اوعى تنسى بقى كان في بيبي كمان، يعني هو ده كان احنا قلناه قبل كده في سيبتيك ابورشن. اوعى تنسى ان في بيبي كمان هيحصل له، هو كمان البيبي دوت ديستريس وديس وانفكشن. يعني ممكن تلاقي جلده كده دكاتره بقى ابسس. انا مره شفت بيبي جسمه كله هلامي من الابسس، كله عباره عن بص، بيبي ده كله انفكشن كلها واكلاه، عباره عن كان ميت طبعا، عباره عن بص، كله عباره عن بص. واخدين بالكم من انفكشن؟ فممكن انفكشن ذا سكن، انفكشن اوف ذا لانجز، يبقى عنده كونجنتال نيمونيا، نازل بنيمونيا، او انفكشن اوف ذا كورد. الكورد ده اسمه ايه؟ مين يقول لي اسمه ايه؟ الكورد ده اسمه فيونس، اسمه يا دكاتره فيونس. تمام، انفلاميشن اوف ذا كورد اسمه يا اما فيونايتس زي ما مكتوب عندك كده في كلمه ساعات كده اهوت، بس الاحلى فيونيسايتس، ده الاحلى، يعني خلوها عندكم فيونيسايتس معايا يا دكاتره، ده الاسم الاحلى ليه، انفلاميشن اوف ذا امبليكال كورد. امال انفلاميشن اوف ذا سبرماتيك كورد اسمه ايه؟ سبرماتيك كورد كان اسمه ايه الانفلاميشن؟ فانيكيولايتس. يا جماعه ما خدتوش فانيكيولايتس؟ دي فيونيسايتس، ده اسمه فانيكيولايتس، ما خدتوهاش في الجراحه خالص؟ فانيكيولايتس، ماشي مش مشكله، مالناش دعوه بالجراحه، خلينا في الناس اهوت، فيونيسايتس انفلاميشن اوف ذا امبليكال كورد. شباب انا عايز بقى ازاي نشخص انفكشن؟ واحده جايه لك سخنه وعندها ابدومينال تندرنس وعندها تشارج وتاكي ما تعمل فيها تاكي كارديا، اعمل لها ايه انفستيجيشن؟ ايه زي سيبتيك ابورشن برضه، جنرال ايثار سي رياكتيف بروتين توتال ليكسيديك كاونت. ممكن اعمل ايه كمان؟
فيلم وكالتشر من ديستشارج، ومش لازم ديستشارج، كان ممكن اعمل ايه كمان؟ بلاد كالتشر. مين احسن، بلاد كالتشر ولا ديستشارج كالتشر؟ لا بلاد، بلاد احسن بكتير، بلاد سترايل. الفاجينا مليانه اورجانيزمز، فكالتشر طبعا طلع اورجانيزمز كتير قوي، لكن بلاد سترايل احسن حاجه طبعا بلاد كالتشر. طب بلاد كالتشر اعملها مع البيك اوف فيفر ولا ان بتوين فيفر؟ هنعمل الكالتشر بتاع البلاد كالتشر نعملها مع البيك اوف فيفر ولا ان بتوين فيفر؟ لا مع البيك اوف فيفر. هو ليه بيحصل فيفر؟ ليه؟ تيشو رياكشن، ده الجسم بيتفاعل ضد الاورجانيزم، بيسخن عليه عشان يموته. معايا يا دكاتره؟ معايا. فهو هنا البلاد كالتشر مع البيك اوف فيفر، لان دوت عباره عن رياكشن الجسم للبكتيريميا، في هذه الفتره في بكتيريميا. لو عملت ان بتوين فيفر بلاد از سترايل، بلاد سترايل، واخدين بالكم؟ فعشان كده دكاتره بنعمل مع البيك اوف فيفر، احسن حاجه بلاد كالتشر مع البيك اوف فيفر، احسن كالتشر. طب ممكن نعمل امنيوسنتيزس؟ فاكرينها امبارح مش فاكرينها امبارح؟ كنا بنشوف ايه امنيوسنتيزس؟ كنا بنشوف فيها ايه؟ امنيوسنتيزس البلس سيلز اللي هي وايت بلس سيلز. شوف ايه كمان؟ جرام ستين لو فيها اورجانيزم. ممكن اعمل لها كالتشر اللي هو الليمتك فلويد، اعمل له كالتشر عشان لو فيه اورجانيزم. مين يقول لي اسم الموليكيول اللي بيقل في اللمبر بانكتشر لو فيه بكتيريال مننجايتس اللي هو مين؟ جلوكوز. هنا برضو جلوكوز بيقل. في الانفكشن بيبقى اقل من 15 مللي جرام بير ديسيليتر. اقل من 20 سسبيشس، اقل من 15 غالبا في انفكشن عندنا في اللايكور، عندي هنا في جبس بقى معاه او ايكولاي، ده مين اللي عامله القصه ديت. ممكن اعمل الترا ساوند طبعا، الحاجات دي كلها ممكنه. يلا يا جماعه بقى انا عايز حد يقول لي ما هو التريتمنت اوف ذيس كونديشن؟ هل في اي واي واحده سخنه وبطنها بتوجعها ونازل منها بص وعندها تاكي وفي تلتاكي او بقى برادي او بيموت، هنا في اي واي اوف كونزرفيشن لهذه الحاله؟ علاج في كلمه واحده هي ايه؟ تيرمينيشن اوف بريجننسي. اوعى تنسى، نو واي تو كونزرف حاله كوريومنايتس. كوريومنايتس معناها تيرمينيشن، العيانه بتموت زي سبتك ابورشن بالظبط، تيرمينيشن اوف بريجننسي. بس مين يفكرني ان قبل ما اعمل تيرمينيشن لازم نعمل ايه في الاول؟ بيحبوا الحاجات دي قوي، الريسسيتيشن دي بيحبوها قوي، واخدين بالكم؟ الكلام ده بيتحب قوي، الريسسيتيشن ده. مين يقول يا كاتر الريسسيتيشن؟ اي واحده سخنه كان ليها ريسسيتيشن كده افكركم بيه، كان اسمه بدكان فنان. بدكان فنان ايه بقى؟ بدكان فنان ده عباره عن ايه؟ البيد بيدرس تنام ازاي؟ تنام على ظهرها ولا تنام سيمي سيتنج؟ طب ليه تنام فعلا يا كاتره سيمي سيتنج بالمنظر ده كده؟ ليه؟ اشمعنى؟ عشان بيتر درينج، تمام، عشان الباص ينزل منها. برافو عليك، بيد ريست ان سيمي سيتنج بوزيشن عشان الباص ينزل منها. الدي دايت، تاكل كويس قوي عشان تقاوم الاورجانيزم، عشان تقاوم الانفكشن. الدي دايت، تاكل كويس قوي يا شباب، دي دايت. السي كومبريسس، كولد كومبريسس، يعني كمادات ميه بارده. لو منكم ان شاء الله باذن الله رب العالمين نايب نسا اولاد عندنا، ممنوع تجيب الحركه اللي بيعملوها عندنا النواب، الحركه الخايبه، يجيبوا من الراجل بتاع العصير اللي قدام المستشفى دوت معايا، يجيبوا منه تلج تمام كده ويحطوا العينه كده حواليها كده بانيو كده في تلج، ممنوع القصه دي تماما. لا مش تلج، التلج وحش. ليه؟ التلج هيعمل فاز كونستريكشن، مش هيطلع الحراره من العيانه. امال تعمل لها ايه؟ كولد كومبريس، يعني كميات ميه من الحنفيه عادي جدا، اكيد مش ميه سخنه، ولكن ميه من الحنفيه تمام، ميه فتره، هي دي احسن حاجه عشان تمتص الحراره. كمادات ميه من الحنفيه، ميه فتره، ممنوع منعا باتا التلج. التلج ده غلط جدا، اوعى حد يعمل كده. السنه جاية هتلاقوها دي بيعملوها ان هو عندنا، غلط جدا. بالعكس، التلج يعني فاز كونستريكشن ما بيطلعش الحراره. اللي يطلع حراره ايه بقى؟ تحطها حتى ممكن في بانيو كده، ميه عاديه من الحنفيه دي زي الفل، كمادات ميه فتره، كولد كومبريس، ميه بارده من الحنفيه عادي جدا. الاي ان يا دكاتره هي انالجيسك. الاف اي بي فلويد، اديها بقى فلويدز كتيره بقى، منها ان الفلويد دي تبقى تروح للكلى، زود الرينا بلاد فلو، منها ان هذه الفلويدز بتقلل حراره شويه برضه، لما اديها فلويدز اي فلويد بيقلل الحراره حبتين. بس اوعى تنسى اي بي فلويد بلس كاستر. عناية على الكلى دايما يا دكاتره، خلي بالكم، كاستر لازم معايا عشان اتاكد ما عندهاش رينال فيلير، ما عندهاش رينال شت داون، واخدين بالكم من الانفكشن. لازم اعمل لها كاستر عشان اتاكد ان هنا اليورين موجود، وده بيبقى فولو اب كويس، ده مونيتورنج اوف كريتيكالي ايل بيشنت. الكاستر مهم قوي، اي عيانه مشكله لازم، اي عيانه فيها مشكله لازم تركب لها كاستر عشان تعمل رينال مونيتورنج. الاي ان
انتي بايريتكس، انتي بايريتكس والاي ان انتي بايوتكس. هنبدا اول حاجه بالبرود سبيكترم لغايه ما يطلع الكالتشر اند سنسيتيفيتي شيفت لمين بقى؟ سبيسيفيك انتي بايوتيك. هبدا بنسلين، توبراميسين، مترونيدازول. مين يقول لي يا دكاتره ليه انا قلت توبراميسين وما قلتش جنتامايسين؟ يا انتوا عارفين دايما امبيسيلين جنتامايسين معايا دكاتره او جراميسين معايا مترونيدازول. لنا بقى شلت الجنتامايسين وحاطط مكانه توبراميسين. اشمعنى توبراميسين؟ لانه لس نفرو توكسيك. يبقى بنسلم توبراميسين ومترونيدازول برود سبيكترم، بس بلاش بقى الجنتامايسين، خليها احسن توبراميسين عشان دي عندها هنا رينال امبيرمنت من الانفكشن اوريدي. بلاش ده بقى جنتامايسين بقى عشان ده ممكن يقص على الكلى جامد قوي. بقى كاني شفت على سبيسيفيك انتي بايوتيك. طب هنا يا دكاتره بقى الترمينيشن هيكون فاجينال ولا سيزارين؟ رايكم ايه؟ على فكره يا شباب ربنا خلق واي زي البص كده ينزل منه البص اللي هو مين؟ الفاجينال. تفتح الجرح البطن وتفتح جرح اليوترس والبريتونيوم، البص ينزل بقى على البريتون وينزل في اليوترس، يبقى في جرح اليوترس وفي جرح السكين يعمل لك انفكشن في كل حته. كيف تعمل سبريد اوف انفكشن؟ القيصريه مش حلوه ابدا في كوريا ام نايت، تعمل سبريد اوف انفكشن. لكن الافضل ايه؟ طبعا هو فاجينال ديليفري افضل حاجه، الدنيا مقفوله عليها، تفضي بقى كده ايه تحت تحت كده ما يوصلش للدم. فافضل حاجه فعلا هو فاجينال ديليفري، الموست بريفيرد هو الفاجينال ديليفري. املنا كل ان هي تولد فاجينال ديليفري مع فيتال مونيتورنج. لكن عايز اقول لكم على حاجه، تقريبا انا ما ولدتش ولا عينه قبل كده كوريو امنايتس فاجينال ديليفري. اشمعنى؟ ان كلهم هيحصل فيهم اكيد لازم فيتال ديستريس وهتقلب قيصريه غالبا كده. يعني خلي بالكم يا دكاتره، الموست كومن سيزاريان، الموست بريفيرد فاجينال. هو نفسي كان ولدها فاجينال بس غالبا تقلب قيصري. غالبا ليه؟ ان هذا البيبي از كريتيكالي ايل، هيحصل له ستريس وهتعملها في النهايه قيصريه. ده غالبا هيحصل كده، الفيت هيبقى غالبا قيصري. لكن لو الدنيا ماشيه حلو فاجينال ديليفري يبقى كده انا محظوظه، لان هو الاحسن واي هو فاجينال ديليفري. ارجع كده صفحه كده، ارجع صفحه كده يا شباب على ازاي بعمل قيصريه بقى. ازاي نعمل قيصريه في كوريا اوم نايتس؟ بنعمل ازاي قيصريه؟ اول حاجه يا شباب، اول حاجه بنعبي العيانه انتي بايوتكس، مهمه جدا، بنديها كميه حلوه من الانتي بايوتكس. الحمد لله احنا دلوقتي في ايرا من الانتي بايوتكس قويه جدا، يعني ممكن دلوقتي اللي هو كلاميديا دي اديها جرام يعني قرصين ازيثروميسين تموت. الجونوريا اي دواء في السوق يموتها، اي دواء جونوريا قرص يموتها على طول. يعني مثلا سيبروفلوكساسين اوفلوكساسين معايا قرص واحد يموت الجونوريا. فانا دلوقتي عندنا مضادات حيويه قويه جدا 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 وبقت فيري سيف، بقت قويه جدا وفعاله جدا وزي الفل. فبديها مضاد حيوي قوي، يعني بديها مضاد حيوي قوي. وبعدين افتح البطن وهعمل حاجه انا شخصيا بخاف منها جدا وبقلق منها جدا. بنجيب فوطين، عارفين الفوطه بتاعت البطن؟ فوطين، ونحطهم في البطن. ليه بقى؟ عشان ما افتح اليوترس ويطلع منه بص ينزل على الفوط، ما ينزلش في بريتونيوم عشان ما اعملش بريتونايتس. بس خلي بالكم اللي يحط الفوط خلي باله كويس قوي، لو نسيت فوطه جزائها عقابها 6 شهور سجن من غير استئناف. ما فيهاش استئناف، دي اسمها اهمال طبي جسيم، دي كارثه. اسوء حاجه ممكن تلاقيها في حياتك تنسى فوطه في عيانه، اسوء حاجه. دي يا دكاتره ما فيهاش هزار، لو فعلا العيانه عملت لك مشكله وثبت انك نسيت فوطه 6 شهور سجن ملاش حل، خلاص ده اسمه اهمال طبي جسيم. ما ينفعش تستأنف فيها كمان، مفيش استئناف فيها. فعشان كده خلي بالكم يا شباب، لما تحط الفوط خليك مركز كويس قوي. خصوصا بقى ان انت بتحط، في ناس بقى بيشتغلوا قيصريه دايما، قيصريه دايما حط فوط. وقول الحكيمه عدي، معتمد على الحكيمه، طبعا يعني الحكيمه بتعد اي كلام، هي مالهاش دعوه اصلا، شوف هي كانت شغاله ومسؤوليتها على فكره. بس اللي تسجن فيها مين؟ الدكتور. الحكيمه مالهاش دعوه. انت المسؤول عن الدنيا دي كلها، يعني اي مشكله تحصل في العيانه انت لابسها. معايا يا دكاتره؟ يعني هو قصه انت تحصل على اي حاجه. غلطه اي حد انت اللي لابس اي غلطه، يعني عشان كده هو انت بقى اللي تلاقي الدكتور دايما هو بقى اللي شايل الاسترس كله، هو اللي متنرفز كده وخايف على عيانه ليه؟ الحكيم حصل مشكله مش مهم، الدكتور لابس. اي حد يحصل منه اي مشكله مش مهم، الدكتور اللي لابس. واخدين بالكم؟ فالفوط دي مشكله كبيره قوي، خلي بالك لما تحط فوط جوه البطن اوعى تنسى تشيلها معايا، عشان دي مشكله كبيره جدا الفوط. بس هي مهمه هنا بصراحه،
عشان تعمل هنا ابسوربشن الباص اللي هينزل من اليوترس. ولازم الحكايه مشغله الشفاط، شفاط افتح اليوترس تمام، هينزل الباص فتبقى الشفاط جنبي عشان يشفط كل الباص دوت. هيقع منه حاجه يبقى على الفوط. يبقى هنا اول حاجه انتي بايوتيك. الحاجه الثانيه يا شباب باكينج. الحاجه الثالثه كونتينوس سكشن، سكشن باستمرار عشان الباص ده كله يطلع في الشفاط ما ينزلش على البريتونيوم. واخر حاجه هنمشي طريق راس الرجاء الصالح. ازاي بقى؟ بص يا دكاتره ازاي، بص هنمشي ازاي بقى. ادي عندنا اهو كده ده البطن ايه، دي البطن هنا ايه، وادي الامبليكس كده بالمنظر ده كده، وهنا البلادر تمام، واليوترس اهو كده. تعالى انا كاتب بقى نشوف بريتونيوم بقى ماشي ازاي. البريتون ده ماشي ازاي؟ اهو ماشي كده، ماشي دكاتره كده على البطن كده، بعد كده ريفلكت على البلادر. اهو بعد كده ريفلكت على اليوترس بالمنظر ده كده، بالمنظر دوت. بنشتغل ازاي يا دكاتره؟ بنمشي ازاي؟ دايما بنمشي ازاي؟ احنا بنشتغل ازاي؟ بنفتح الايه؟ السكن، ونفتح البريتون ونخش جوه البطن. واخدين بالكم؟ يعني بنخش كده اهو، وبعدين بخش اليوترس كده ومشد البريتونيوم من على اليوترس كده وافتحه. واخدين بالكم؟ واخش بعد كده ايه؟ جوه اليوترس بالمنظر ده واطلع البيبي. بنسميه ترانس بريتونيوم. يعني بخش البريتونيوم ومفاتح دكاتره اليوترس، البريتونيوم على اليوترس، وافتح اليوترس طلع البيبي بعد كده. ده دكاتره بنسميه ترانس بريتونيوم ابروتش، كلنا مشغلين كده. لكن في طريقه ثانيه بقى. ايه الطريقه الثانيه؟ افتح الجلد بس وبعدين واقعد اعمل ديسكشن لهذا البريتون اهو بالمنظر ده كده، ديسكشن كده، امشي كده 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 بالمنظر ده كده، واخش اليوترس بالمنظر ده كده. هنا بشيل البريتون ده كله كده، طلعه لفوق كده، واخش بعد كده افتح مين؟ افتح اليوترس. ده بنسميه اكسترا بريتونيال ابروتش. ده قديم بتاع زمان. ليه بقى؟ علشان ده دكاتره دوت، ده بتاع زمان ليه؟ عشان ما كانش بيحب بتاع البريتونيوم. لو حصل بريتونايت ما كانش في زي مضاد حيوي. دلوقتي مضاد حيويه قويه جدا، ما يفرقش معايا. عمري ما عملت تران اكسترا بريتونيل، عمري ما عملتها. اكسترا بريتونيل دي عمري ما عملتها. ايام زمان جدا بقى اول نيابتي خالص كان في كده مدرس كده، هو كان بيحب يعمل حاجات غريبه شويه، فقال لك عايز اعمل اكسترا بريتونيل. عملها، عمل عينتين، هو شاطر جدا على فكره، عمل عينتين، العينتين عقبال ما وصل اليوترس خد نص ساعه في كل عينه. ده في ده ستريس، مشكله كبيره. الحاجه الثانيه كمان ان لما عمل عينتين الاثنين وبيشيل البريتونيوم من على البلادر، فتح البلادر في الاثنين، عمل بلادر انجري. العمليه دي صعبه جدا وتايم ويستنج بزياده قوي. حاجه الثالثه ملهاش اي رول، عمري في حياتي ما شفت حاله بريتونايتس. عندي مضاد حيوي زي الفل، خلاص خلصت. ايام زمان بقى، دي بتاعت زمان دي، دلوقتي ملهاش اي دور. واخدين بالكم؟ اعرفوها، حبيت اكتبوها ماشي، حبيت تنسوها مش مهم، بس دي يعني مكتوب في كتاب الاسم الاكسترا بريتونيل ابروتش، ولكنها بقت بيس اوف هيستوري، جزء من الماضي. واخدين بالكم؟ اكسترا بريتونيل ابروتش. اوعى تنسى الله يخليك لما بينزل هذا البيبي، دكتور اطفال بقى، اوعى تنسى تعمل كير اوف ذا نيونيت. خلي بالك من البيبي، اعمله سي ار بي واطمن عليه عشان ما يكونش عنده انفكشن. فهمت يا جماعه القصه؟ حد ليه اي سؤال؟ طيب بص يا دكاتره بقى، بالماركر بالماركر كده، تعالى كده نقول لكم ايه النقط المهمه في كوريا اوم نايتس. تعالى يا دكاتره كده نقول ايه النقط المهمه. اول حاجه في كوريا اوم نايتس، اوعى تنسى، يلا بقى حط كده بالماركر كده على الجبس وعلى الايكولاي، اوعى تنساهم. جبس وايكولاي بيعملوا سيفير انفكشن. واوعى تنسى ليستيريا مونو سايتوجينز، ممكن هذا الاورجانيزم يعمل كوريو امنونايتس وزاوت رابتشر اوف ميمبرين. بالماركر كده يا شباب بالماركر، اوعى تنسى الجبس والكلاميديا، اوعى تنساه سيفير انفكشن. اوعى تنسى ليستيريا مونو سايتوجينز، الليستيريا مونو سايتوجينز يا دكاتره ممكن تعمل كوريو امنونايتس وزاوت انفكشن. الدياجنوزيس حط لي كده دكاتره كده علامه ماركر على 2 اوت اوف 5، 2 من 5. اوعى تنسى دي مهمه قوي، عشان ما يجي لنا كيس بعد كده ولا تشخصتها ازاي كوريا امونايتس ازاي، تقول له 2 من 5. 2 من 5 حاجات اوعى تنساهم، يعني اللي هي الفاهم والتندرنس والشارج وتاكي وتاكي، دي مهمه قوي. 2 من 5.
في الانفستيجيشنز، في الانفستيجيشنز طبعا اكتب لي بقى، حط لي مارك على توتال سي كاونت اي سار سي اكتيف بروتين امنيوسنتيزس كلشر. التريتمنت termination of pregnancy by vaginal route by vaginal delivery. ده الموست بريفيرد، الموست بريفيرد. وما تنساش تكتب بقى الموست كومن واي هو سيزاريان سكشن. نقلب بقى دكاتره على موضوع النهارده وهو بولي هيدرامنوس. يلا دكاتره بقى تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هو البولي هيدرامنوس. عشان بيبي يعني كده هو شارب ميه طبعا لايكور، فناخد منه كده ايه جسلك اسبريت كده اهو عشان نعملها كلشر عشان هو شارب اللايكور دوت. طيب تعالى يا دكاتره بقى ناخد بقى موضوعنا بقى النهارده ان شاء الله اللي هو بولي هيدرامز. برضه احنا شغالين على فكره ابنورمال لايكور. كل دي عباره عن ابنورمال لايكور. المره بقى ناخد بقى كميه كبيره بقى، لايكور كميته كبيره قوي. بنسميها بولي هيدرامز. ميه كتيره قوي حوالين هذا البيبي. بولي هيدرامز. كلمة امنيوس معناها امنيوتك، وهيدرو معناها فلويد، وبولي معناها كتير. يعني دكاترة امنيوتك فلويد كتير معايا عانى. ده المرض بقى اللي هو بيبي حواليه مية كتير قوي. اولا لازم نفهم يعني ايه كلمة بولي هيدرامز، دي مهمة قوي. يعني ايه يا شباب بولي هيدرامز؟ امتى اقول مية كتيرة امتى؟ تروح كده مثلا راجل كده فكهاني كده بتاع البطيخ كده دكاتره، يقول له عايز بطيخ 5 كيلو حلو، فينقي لك كده دي كده دي يا دكتور بقى شوف ديت. واخدين بالكم؟ ممكن تطلع مثلا ايه، ممكن تطلع مثلا 5.5 تمام، ممكن تطلع مثلا 4.5 4 كيلو. بس شوف يجيب لك مثلا بطيخه كيلو يقول لك دي اراوند 5 كيلو، او يجيب لك بطيخه مثلا 8 كيلو يقول لك دي 5 كيلو. لا عنده خبره، احنا برضه عندنا الخبره دي على فكره بالكشف كتير وشفنا عينين كتير يعني احنا كده نبص كده نمسك كده العينه كده اهوت تمام، نعرف اللايكر ده كميته حلوه ولا مش حلوه، كتيره ولا قليله. نمسك كده البطن كده نعرف بيبي ده وزنه قد ايه. كلينيكال اكزامينيشن يعني الدكاتره يعمل احساس كده اهوت، ولا البيبي ده وزنه تقريبا كده 3 كيلو. عندي سونار برضه واقيس الوزن ليه قريب قوي من وزني اللي انا فحصته. لان في حالات كده بيجي لك عيانه بتولد واخدين بالكم ومفيش جنبك سونار، لازم تعرف البيبي ده حجمه قد ايه. لازم بايدك كده بقى زي ما انت كده مثلا عملت ليوبولد مانوفر، بيبي نازل بدماغه ونازل بريتش والفين الليمبس وفين الباك، لازم تبقى انت عارف مش كل حاجه بالسونار. واخدين بالكم؟ لازم انت عندك برضه كلينيكال سنس، ده مهم قوي. السونار دوت قضى على كتير قوي من كلينيكال سنس، تمام بقى الناس كلها بتستسهل والسونار على طول، لكن لا لازم احنا يبقى احنا عارفين برضه نحس ونشوف ممكن يبقى مش افيلبل. واخدين بالكم؟ ممكن السونار يبقى خادع وانا اللي بشخص بايديا احسن من السونار معايا، فدي مهمه قوي. يعني اذا كانت بولي هيدرامس معناها ايه؟ بولي هيدرامس معناها ان ايه؟ الاماونت كتيره باي كلينيكال اكزامينيشن. انا فحصت لقيت الميه كتيره، ليه احساس الميه قليله قوي؟ تلاقي بيبي محسوس حلو قوي، ميه كتيره قوي تلاقي بيبي مش محسوس قوي، وتلاقي بايدي بيلق تمام، بيحصل بلوتمنت جوه معايا دكاتره، بيحصل بلوتمنت. فانا ليه كده اعرف كده الاحساس بتاع الميه كتير ميه قليله؟ فبولي هيدرامس معناها انكريز اماونت اوف لايكور باي كلينيكال اكزامينيشن. وعندك ديفينيشن دكاتره كده مضحك جدا، يقول لك اكتر من 2 لتر. يعني ايه ده على فكره حاجات اكاديميك، يعني حاجات ثيوريتيكال مش براكتيكال. يعني ده دكاتره بقى كده ساعات في دراسات كده والله يجيبوا كده طبق كبير تحت العيانه ويفتحوا الممبرينز، تقعد بقى تنزل الميه بقى يجمعوا الميه دي ويهزوا العيانه عشان الميه كلها تنزل، ويقعدوا يقيسوا الميه، وقصه يعني قصه منيله معايا. فدوت اكتر من 2 لتر. طب انا اجيبهم ازاي 2 لتر؟ اجمعهم ازاي يعني ان شاء الله؟ انا بينزل يحصل رشه في البرينز ما بتنزل على رجليها، طب انا اعرف منين اجمعهم ازاي بقى؟ فدي حاجات دي يا دكاتره حاجات اكاديميك، حاجات مش براكتيكال، اللي هو اكتر من 2 لتر. طب نشخصها ازاي؟ زمان كانوا شغالين كده كلينيكال اكزامينيشن، لكن بعد الالترا ساوند جه راجل انجليزي اسمه دكتور فيلان. فيلان دوت في انجلترا سنه 1987 عمل حاجة لطيفة جدا بينما نشخص بيها حلوة قوي البولي هيدرامز. ادي اليوترس وادي البلاسينتا وادي البيبي اهو بالمنظر ده كده، وادي دماغه بالمنظر ده. فيلان قال لك ايه بقى؟ هنقسم البطن بالامبيليكس بتاعت العيانة الى اربع ارباع. امبيليكس بتاعت البيشنت، امبيليكس اوف ذا بيشنت اربع ارباع بالمنظر ده كده. خلاص ادي امبيليكس بتاعت البيشنت مش بتاعت البيبي، بتاعت البيشنت الاربع ارباع اهو.
مكانها هنا كده اربع ارباع كده. وبعدين هنحط بروب بتاع السونار على كل ربع هنا وهنا وهنا وهنا. بنبص يا دكاتره كده في السونار بنلاقي ايه؟ انت شفت السونار قبل كده؟ بتلاقي فيه كده بلاسنتا وتلاقي فيه جزء من البيبي وتلاقي فيه سبيس. هذا السبيس بنسميه احنا بالسونار بنسميه بوكيت. بوكيت جيب. على فكره البوكيتس كلها متصله ببعض، بيبي ده قاعد جوه ميه فده متصل بده متصل بده كله متصل ببعض، لكن بالسونار بنسميه الفراغ ده بنسميه بوكيت، بنسميه بوكيت. وبعدين بيبان لك هنا كده بوكيت ويبان لك هنا بوكيت ويبان لك هنا بوكيت. بين البيبي وبين نفسه، بين البيبي وبين الكورد، بيبي وبين البلاسنتا، بين البيبي وبين اليوترس، كل دي بوكيتس اهو. بوكيتس هنا اللي كانت مثلا بوكيت، واخدين بالك هنا بوكيت، فراغات كده، فراغات بتبان لك كده. في كل ربع هنختار اكبر واحد فيهم، يعني اكبر بوكيت في كل ربع، اكبر بوكيت. وناخد يا دكاتره الفيرتيكال دايمتر، يعني هنا كده فيرتيكال دايمتر بتاع البوكيت ده اهو، ناخد الفيرتيكال بتاع ده اطول، ده هنا مش طويل، ده اطول شويه، ده اطول معايا، ده هنا كده ده لا ده ممكن اه ممكن يعني ممكن اخدنا كده ده اطول، واخدين بالكم؟ هنجمع الفيرتيكال دايمتر بتاع ده والفيرتيكال ده وده وده، يعني مثلا دوت 3 سنتي وده بالسونار 2 سنتي وده 4 سنتي وده 4 سنتي، 4 و 4 8 8 و 2 10 10 و 3 13. الراجل دوت بقى قال لك ايه؟ لو وجدنا مجموع الاربعه طلع من 10 الى 15 سنتيمتر ده نورمال، 5 ل 10 بلو نورمال، 15 ل 20 اباف نورمال، اقل من 5 اوليجو هيدرامنوس، اكتر من 20 بولي هيدرامنوس، وده بنسميها امنيوتيك فلويد اندكس. تاني يا شباب، سنه 87 بقى الراجل ده اكتشفنا حاجه حلوه قوي بالسونار، حاجه اسمها امنيوتيك فلويد اندكس. ده عباره عن ايه؟ بنجيب يا دكاتره اليوترس بنقسمه لاربع ارباع بالامبيريكس اوف ذا بيشنت، اربع ارباع، بحط هنا بروب مره وهنا البروب مره وهنا البروب مره وهنا البروب مره، أربع مرات، وبجيب أكبر بوكيت في كل ربع. ممكن على فكرة إن هو يطلع فيه بوكيت تاني أكبر من الربع ده، ماليش دعوة. كل ربع هختار وان بوكيت بس، أكبرهم فقط لا غير. وماخد الفيرتيكال دايمتر ده وده 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 وجمع جبري عادي جدا جدا جدا. لو وجدنا الأربع أرقام من 10 ل 15 نورمال، من 5 ل 10 بيلو افريج، أقل من 5 أوليجو، من 15 ل 20 above average، أكتر من 20 بولي هيدرامز، وده سميناه amniotic fluid index. ده بتاع الناس بقى كانت 87 بقى. دلوقتي الناس اتحرفنت شوية. بقى الناس بقى عندها بقى ثقة في نفسها كده وعندها خبرة بقى. قال لك بص هنعمل حركة روشة أوي. هنعرف بولي هيدرامز دوت ها بلعبة واحدة اللي بنسميها single pocket method. عبارة عن إيه؟ حاطط السونار هنا كده. لقيت فيه 1 بوكيت لسه بقيس كده، لقيت 1 اول بوكيت كده بلاقيه 1 بوكيت اكتر من 8 سنتي. ده دكاتره بوكيت الواحد اكتر من 8 سنتي، يعني بص كده، يعني لو لقيت بوكيت تاني بقى 16، بوكيت تالت بقى كمان مثلا 7 ولا حاجه، بقينا دخلنا كده في فوق ال 20، مش هحتاج اكمل يعني. لو وجدنا 1 بوكيت بس اسمها سنجل بوكيت ميثود، سنجل بوكيت ميثود. لو وجدنا 1 بوكيت اكتر من او يساوي 8 سنتيمتر ما تكملش، واضحه زي الشمس، اكيد دي يا دكاتره بولي هيدرامز، دي اسمها سنجل بوكيت ميس. على فكره عندنا الاساتذه بقى بيحبوها قوي الحركه دي، ليه سنجل بوكيت ميس، وغالبا هي دي اللي ماشيين عليها غالبا مع، يعني دي في الاورال هيقول لك ايه احسن طريقه، سنجل بوكيت ميس. لو وجدنا البوكيت دوت واحد بس اكتر من 8 سنتيمتر دي بولي هيدرامز. طب في امريكا ماشيين ازاي؟ في امريكا بقى على فكره الكلام دوت ده الترم، خلي بالكم لو الاندكس اكتر من 20 او البوكت اكتر من 8، ده بقى ايه الترم احنا شغالين بيه، ما عندناش احصائيات. الامريكان بقى الذين عندهم احصائيات، المهم عملوا ايه بقى؟ جاب لك في كل فتره في الحمل اللايكور كميه قد ايه، وراح عمل لك كده حاجه خدتوها في الاطفال قبل كده ولا ما خدتوهاش، حاجه اسمها التنس والناينث برسنتايل، خدتوها ما خدتهاش برسنتايل ديت، تمام؟ واحنا كلنا على فكره من التنس الناينث في كل حاجه، في الوزن، في الطول، في البشره، في الذكاء، في كل حاجه من التنس الناينس. الكميه اللايكور النورمال تنس الناينس، طب من الفيفث للتنس بيلو افريج. طب يا دكاتره اقل من الفيفث اوليجو هيدرامنوس،
طب من 95 برسنتايل اباف افريج، فوق ال 95 برسنتايل بولي هيدراموس. بس دي بقى تعمل في اي فتره في الحمل، اسبوع 20 25 30 34 الترم. الكلام دوت الاندكس ده اللي هو 20 و8 ده الترم، لكن ده الترم يعني مثلا 21 اسبوع اللايكر كله 300 سنتي مش هيبقى فيها اندكس يعني، صح؟ عند 20 اسبوع بتلاقي اللايكر قد ايه؟ 300 سنتي، ما فيهاش فيها اندكس بالمنظر ده. اعرفها ازاي؟ بالبرسنتايل. فالامريكان احسن منها شويه في الحركه دي بقى، ان عندهم برسنتايلز لكل فتره في الحمل. شوف بقى داخل واخد دخل فين؟ لو فوق ال 95 برسنتايل في اي ايج ده يعتبر بولي هيدرامنس. احنا مش هنخش بولي هيدرامنس بدري الا بكلينيكال سنس معايا، لكن الترم باين طبعا لما يكون ده ماتيور اكتر من 20 او اكتر من الايتس برسنتايل. يا دكاتره مره ثانيه، ازاي بنشخص؟ ازاي يعني ايه هو الديفينيشن اوف بولي هيدرامنس؟ ايه الديفينيشن؟ اول حاجه كميه كتيره باي كلينيكال اكزامينيشن، او اكتر من 2 لتر ده كلام فارغ، او اكتر من 20 سنتي الاندكس، او سنجل بوكت اكتر من 8 سنتيمتر، او احلى حاجه برسنتايل امريكاني اكتر من 95 برسنتايل. الانزنس اوف بولي هيدرامنوس اشطب عليها، اكتب نص في المية. نص في المية ادام بس يخلص ونكمل على طول.